زهير الدكتور زهير العطاوي، مرحبا بك. وشعرائنا شكرا لمنسقة رابطات الأدباء وأدبة الشمال شمال المغرب زكية بوقديد. هكذا أيها الأستاذ أجميل، أهلا بك مرحبا. وأستاذنا الذي الصبيطي صاحب الموقع أنفولارش، هكذا أيها الحبوب الكريم نبارك المكان وأصحابه ونبارك ذاكرته، مرحبا بكم. استبقى بمكاني ومن أوكلاهوما بأمريكا، شكرا. تتمين للمركز الثقافي ودوره في إنشاء هذه المدينة. باسم رئيسها رئيس اتحاد الادباء الدولي في امريكا اياد البلداوي. صراحه بكره لا شي يشوف دابا روسيا. والشرف مع الاستاذ ادريس الدوش، فرع اتحاد الادباء الدولي والمصباح الذهبي الادبي له. صديق ديال العائله كلها. دابا نطير الادبي. المهم ذهب. صباح سحري. ما عطاكش النهارده سي هذا سي دريس. دريس. عضوة الاتحاد الأدباء الدولي، شكرا على حضورك ومساهمتك، ويا سكرتريات الاتحاد الأدباء الدولي القاصة والشاعرة التي لها الصيت وبصمتها، رحيمة بالقص. شكرا للأستاذ، سعيدة وعلى فكرة حضورها أيضا بكل بعض الدول العربية، في الجزائر، بتونس، بمصر، وكذلك بالمغرب لها حضور كبير وكتابتها رائعة جدا. شكرا لك الأديبة، ونتمنى كما قال الأستاذ عزيز قنجع أن نكون مشعلا لحث السياسيين على الالتفات الى ما هو ثقافه، اكيد، ولاعطاء صوره ايجابيه على المغرب لانه وطننا ونعتز به ونفتخر. شكرا لك. بالنسبه لرابطات اديبات وادباء شمال المغرب يمثلها السيد عبدالرحمن السيوزي، والمصباح الأدبي قربوها شوية. لا على حسب الضوء، الضوء كيعطي الضوء تمام. الشهادة تقديمية لأديبنا وشاعرنا في مدينة الحمام البيضاء سي عبدالرحمن الزوزي، من فرع اتحاد الأدباء الدولي. شرفنا حضورك. الشاعر
صاحب القصيده الجميله المهندس سعيد بن عيد. رابطات أديبات وأدباء الشمال زكية بقدي والصديقة الرائعة والوفية وتستحقين أنا بلا شهادة أستاذة مليكة لا تستحقين تكفيني صداقتي حطت شوية أنت لا هاك كل صباح الأدبي لكل ما تقوم به بالحمامة البيضاء في الميدان الاجتماعي والتربوي وحتى الثقافي. والوفية لهذا المركز ومشاركتها الثقافية شكرا لك ورئيسة مجموعة من الجمعيات شكرا بالرباط شكرا لك تستحقين واحد صورة جماعية أستاذ عزيز قنجة لإشعاع الكبير في الحقيقة في هذه المدينة وشكرا على الروايات التي جاءت في هدية شكرا لك كنا جميعا سي بوشعير حمدان لك شهادتك وهو عضو باتحاد والفائز بجائزة القصيدة الأولى ولكن لن نركب لمك هنا إذا في مكانك أسف سي زهير كلنا جميعا التي ساعة قدر سبحان الله ساقطة